السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بصحه جيده. الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو ديال سعاد، جوهره مغربيه خرجات كتشرح وكتتاكد للناس اللي كيتهموها وكيقولوا ليها بانك هذا الرجوع اللي انت طالبه الرجوع وباغيه ترجعي، زعما موافقه على هذاك الطلب ديال الرجوع، بانك عندك واحد النيه مبيته، ماشي زعما ناويه الرجوع ساهل، باغا ديري شي حاجه ولا مخطط لشي حاجه ولا عندك شي، هما زعما شاكين فيها. هي ضرها راسها من هاد الناس اللي كيتهموها بهذا الاتهام، وقالت بانها هاد السيده هادي انا غادي راجعه، ما في بالي لا انتقام لا حتى شي حاجه. وهذا الشيء سبق انا وقلته قبل ما تخرج سعاد، وقلت زعما علاش سعاد غادي ترجع تنتقم، علاش سعاد اش غادي دير؟ حيت سعاد راسها بغات تطلق، ماشي طلقها، لو كان الزوج ديالها طلقها بزاز ولا خرجها ولا قال لها سيري بحالك نقولوا راجعه باغات تنتقم، ولكن هي طلقات راسها وهي اللي ما بغاتش وهي اللي عرفت الغلط ديالها، ودابا باغات تصلح داكشي اللي غلطات. داكشي علاش هي اكدات سعاد اليوم بانها ناويه الرجوع بقلب صافي، وكما قالت لو كان عندها شي مخططات ولا عندها شي افكار ولا عندها شي حاجه خايبه كانت غادي ديرها من شحال هذا، وكانت غادي ديرها قبل ما تشتت عائلتها وقبل ما تطلق راسها من راجلها. هي راجعه ناويه غير تكون مجموعه مع دوك الوليدات، وبالنسبه داك الاب فاش غيكون طالق ما بينها ما بينه حتى علاقه، بغات تفتح ليه المجال وتخلي ديك العلاقه مفتوحه بينها وبينه، ويجي عندها وتمشي عنده والوليدات الثاني يمشي وهكا ويجي وهكا، ماشي تكون بيناتهم ديك الحزازه وداش ترى ولادي درتي لهم هكا ولا هو يقول درتي لهم هكا، يعني يكون داك الشنآن بين العائله. داك الشيء علاش هي قالت انا راجعه بقلب صافي وما في نيتي حتى شي حاجه، ما مخططه حتى شي حاجه، وفي الحقيقه لا يجمع شملها مع وليداتها ومع راجلها في هاد العواشر المباركة. وأي واحد كيتمنى غير الهنا والسعادة في ما تا واحد ما كيقلب على المشاكل، المشاكل غير لا تصرفوا ولا جاو عندك بوحدهم وما قدرتي تسيطري عليهم من بعد. أما تا واحد ما كيحط راسو ويشري راسو المشاكل باش يعيشو، هادي حاجة مؤكد منها. العموم سعاد شرحات بزاف ديال الحوايج اللي هي راجعه على وليداتها، ونتمنوا ليها حظ سعيد، ونتمنوا لعروستها ترحب بها، ونتمنوا سعاد تنازل لها على ديك الشكايه لانها مازال دايرها بها. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.